هو الأفضل بالنسبة إليك؟ أن تهتم مركبتك بنفسها؟ أو أن تستمتع بالترفيه على طول الطريق؟ قد يكون الأفضل بالنسبة إليك هو الحصول على المساعدة في أي وقت. تخيل أن تكون طلباتك أوامر. هاي جوجل، خذني إلى المنزل. التنقل للمنزلي. أو أن تتحكم بسيارتك في أي مكان وزمان. استمتع بقيادة أفضل مع الجيل الجديد من تكنولوجيا القيادة الذكية.